نبدأ. بس أعرف على حالي، لأن دكتور محمد الحجيري، أنا أستاذ مساعد بجامعة كيس ويسترن بكليفلاند بأمريكا، وأنا أخصائي قلب، وعملت انترفنشنال، وعملت إلكتروفيزيولوجي كهربة قلب وليزر إكستراكشن. أوكي، راح أحكي معكم اليوم عن الميكانيزمز أوف تاكيكارديا. نحكي أول شيء عن التاكيكارديا أو تسارعات القلب. الميكانيزم اوف تاكيكارديا، كيف التاكيكارديا هاي بتصير؟ في ثلاثه موست امبورتنت ميكانيزم. اول شيء تريجرد، وبعدين في انكريست اوتوماتيسيتي، وفي ري انتري. في انواع متعدده، كل تاكيكارديا بيكون سببها واحده من هدول الشغلات. هلا خلينا نقول اول شيء التريجرد اكتيفيتي، يعني زي بتكون فوكس معينه بتخلي الواحد يصير عنده تاكيكارديا، او مثلا فنتريكولار تاكيكارديا، سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، او اي امور من هاي التاكيكارديا. منهم اذا ديجيتاليس توكسيسيتي، ممكن سي بي في تي اللي هي كاتيكولامين انديوسد فنتريكولار تاكيكارديا. وفي الانكريست اوتوماتيسيتي اللي مثلا مثل الاي في ان ار تي، الاي في ار تي، او الاتريال فلاترز، وفي شغلات مثل الفوكال اتريال تاكيكارديا. هدول عفوا الري انتري، الاتريال فلاتر، اي في ان ار تي والاي في ار تي، والانكريست اوتوماتيسيتي زي برضه فوكس. يعني هدول الاثنين اللي فوق بيكونوا فوكس، هم بيسببوا التاكيكارديا، واللي تحت ري انتري، او انه التاكيكارديا بتمشي حوالين حالها. يعني بيكون منطقه هون بطيئه بالتشيو اللي موجود جوا القلب، والتشيو هذا بيكون بطيء، فلما الكهرباء تنزل تمشي بطريقه بطيئه جدا هون، فباي ذا تايم انها وصلت لباقي القلب بترجع هيك وبتعمل التاكيكارديا. لحتى نكون شوي كلينيكال اكثر، جنرال كونسبتس. هلا الاكتيفيشن دائما زي ما بنعرف الالكتريسيتي لما تيجي من القلب تيجي اول شيء من الساينس نود، بتروح للاي في نود، بعدين بتروح للكومن بندل، بعدين بتروح للليفت فنتركل والرايت فنتركل عن طريق الليفت بندل وعن طريق الرايت بندل. لو كان في عنا مشكلة من تحت هون، إنه بصير في عنا activation of the ventricle from one site only، فما بيكونش الالكتريسيتي، ما بتنزلش من فوق لتحت. الالكتريسيتي بتكون بأي طريقة معينة، إما عن طريق بندل واحدة أو هذا. لما تنزل الالكتريسيتي دائما من فوق من الاتريوم للفنتركل تحت، دائما بتكون narrow complex. يعني بتكون على الاي سي جي بتكون الكيو ار اس صغيره، لما بينما باي محل تاني بتكون الكيو ار اس وايد، يعني بتكون اكثر من 120 ملي سكند لو كانت من هون. هلا هاي الديفرنت ديفرنشال دايجنوستس اوف النارو كومبلكس تاكيكارديا. هلا لما يكون في عندنا نارو كومبلكس تاكيكارديا، يعني القلب عم بيمشي سريع، وفوق انه عم بيمشي كتير سريع، بتكون الكيو ار اس نارو. يعني مثلا
هلا راح افرجيكم اي سي جي كمان شوي. الديفرنشال دايجنوسيس بتكون اما اتريال تاكيكارديا، يعني بيكون عندك فوكس، يكون عندكم فوكس بالاتريوم، بعدين بتنزل الكهرباء على للاي في نود، من الاي في نود بتروح لتحت. هاي الفوكس هاي منها بيكون الاتريال فيبريليشن، اتريال فلتر، ساينس تاكيكارديا او اتريال تاكيكاردياز. في اي في نود، في نودال تاكيكاردياز، يعني الكهرباء بتنزل بس بيكون في مشكله بالاي في نود نفسها، انه هاي المنطقه اللي انا عم بشاور عليها هون، هاي بيكون الكوندكشن اللي فيها كتير بطيء، فبيكون في شيء اسمه سلو باثوي. السلو باثوي هذا، فالكهرباء بتصير بتنزل هيك وبتمشي بالسلو باثوي، بتكون بطيئه بطيئه، بعدين بترد بترجع لورا، فبترجع لفوق وبترجع وبتيجي لتحت، فهاي بتضلها تتكرر تتكرر تتكرر، والشخص بيدخل بتاكيكارديا اللي هي اي في نودال ري انترنت تاكيكارديا، الاي في ان ار تي او جنكشنال تاكيكارديا. هلا في الاكسسوري باثويز اللي هم يعني بيكون في باثوي جديد بيكون بربط الاتريوم مع الفنتريكل، يعني هذا هون الاتريوم تحت الفنتريكل، المفروض الكهرباء انها تنزل تطلع من فوق من الاتريوم تروح على الاي في نود وتنزل على الفنتريكل، لكن هذا المريض بيكون في عنده اكسسوري باثوي، يعني باثوي جديد، فالكهرباء بتنزل من الاي في نود تروح على الفنتريكل وبعدين بتطلع من الباثوي. لو نزلت الكهرباء من الاتريوم ونزلت من الباثوي وبعدين احيانا تطلع من الاي في نود برضه بتعمل تاكيكارديا. انواع التاكيكارديا هذول اسمهم اورثودروميك او انتيدروميك، او اللي هو اي في نود اي في اتريو فنتريكولار ري انترنت تاكيكارديا. بس لحتى اراجعهم، التاكيكاردياز للنارو كومبلكس، يعني الكيو ار اس لما تكون صغيره، اما بتنزل كهرباء بتنزل من فوق لتحت عن طريق الاي في نود وبتروح للفنتريكل، هاي بتكون فوكس معينه منهم هذول اتريال فيبريليشن، فلتر، ساينس تاكيكارديا واتريال تاكيكارديا. لو كان الاي في نود فيها باثوي هيك منطقه بالاي في نود كثير بطيئه، الكهرباء بتنزل من الاتريوم وبتروح بالمنطقه البطيئه هاي، بتكون بطيئه بعدين ترد بترجع بتلف لورا. شايفين هذا هون الاي في نود تبعيته طبيعيه ما عندوش سلو باثوي، الكهرباء بتنزل هيك. هلا لو الباثوي هذا كان بربط الاتريوم والفنتريكل غير الاي في نود، برضه راح تنزل فيها الكهرباء. هلا لحتى كيف نعرف شو الانواع السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، ومعلش موضوع التاكيكاردياز هو بلخم شوي وشوي كونفيوزنج، فبس بدنا يعني مع شويه تركيز ان شاء الله انكم بتعرفوا منيح. اول شيء بدنا نعرف الريت، بدنا نعرف اذا ريجولر ولا لا، بدنا نعرف كيف بتبدا، وبنعرف الكيو ار اس مورفولوجي. زي ما حكي الكيو ار اس مورفولوجي كثير مهمه، اذا نارو فيرسس وايد، اوكي. والإفكت اوف فيجل مانوفرز، يعني فيجل مانوفرز يعني لما الواحد يعمل ستيميوليشن للكاروتيد ساينس اللي بالرقبه، عاده المفروض النبض تبعه البلس يكون يصير منخفض، هاي احيانا المانوفرز بتساعد انها توقف التاكيكارديا، خصوصا مثلا اي في ان ار تي او اللي هي هاي اللي انا هلا عم بشاور عليها. ولازم نعرف برضو كيف شكل البي ويفز للتاكيكارديا المختلفين، وهدول كمان مرة كيف التاكيكاردياز بيبدأوا كيف أشكالهم. هلأ هاي هذا مثال بالإي سي جي على نارو كومبلكس تاكيكارديا. أول ما نطلع على الإي سي جي قبل ما إنه نلتخم ونشوف نلاقي الموضوع صعب، الموضوع كتير سهل، إنه بنشوف أول إشي الكيو آر إس هاي كتير نارو مش وايد، يعني أقل من 120 ملي سكند، يعني أقل من ثلاثة بوكسز سمول بوكسز. انت بس عدوا السمول بوكسز، اذا لقيتوهم ثلاثه فما اقل بتكون نارو، اذا اكثر من ثلاثه بوكسز بتكون وايد. هلا بنشوف السرعه، هلا السرعه بين الكيو ار اس هاي والكيو ار اس هاي بنشوف كم من صندوق بيناتهم، فالصندوق الواحد الكبير معناته السرعه 300، يعني كثير سريعه ومش كومباتبل وذ لايف، المريض بيموت. هلا لو كان صندوقين يعني نص ال 300 بتقسموهم على النص، بتكون الهارت ريت بتكون 150، فهاد المريض الهارت ريت تبعه تقريبا 150 يمكن اكثر بشوي من 150 ونارو، يعني زي ما بتشوفوا الكيو ار اس هون نارو لانها اقل من 100 من ثلاث صناديق صغيره هيك سمول بوكسز، هذول واحد اثنين ثلاثه مش بيقدروش يمكن ما نقدرش نشوفه، او هي بنقدر نعمل زوم، اذا بتقدروا تعملوا زوم بتقدروا تشوفوا على هذا احسن.
هلا بالتاكيكارديز عموما لحتى نعرفها، احنا بنشوف العلاقه بين الار اللي هي هاي الطويله والبي اللي هي بتيجي من الاتريوم. فلو الار للبي كثير قصيره احنا بنقول انه هذا بكون اي في نودال اي في ان ار تي اللي هي هاي. ليش؟ لانه الفتره الزمنيه اللي بتروح الكهرباء اللي بتطلع بين الاتريوم والفنتريكل بتطلع بنفس الوقت، فالفتره الزمنيه بتكون كثير قصيره. عشان هيك لما على الاي سي جي بنشوفها انها تقريبا زي بعض، واحيانا ما بنشوفش بي ويفز. اذا ما بتشوفوش البي ويفز او بتشوفوها ملزقه بالكيو ار اس، هذه عاده اي في ان ار تي، هاي بيكون اسمها شورت ار بي. هلا اللونج ار بي زي هاي، هاي برضه تاكيكارديا لانه بدنا نشوف الهارت ريت. هذا بتشوف 1 2 150. هلا 3 الهارت ريت يعني بيكون تقريبا 100، فهذا بين الثلاثة وبين الاثنين، يعني بدنا نقول يمكن الهارت ريت 120. فبتشوفوا البي ويف هون مشعلبة هيك نيجاتيف هون البي ويف، هذا معناته هي مش طبيعي، معناته هاي البي ويف عم تيجي من فوق مختلفة غير ال اس ام. فهاي اسمها لونج ار بي تاكيكارديا بكون اسمها. تمام؟ هلا هيك شكل النارو كومبلكس تاكيكارديا. هلا خلينا نشوف شو زي ما بنحكي الشورت ار بي واللونج ار بي. الشورت ار بي اللي هي زي هاي او واضحه اكثر بالسلايد اللي بعديها. هلا هدول شورت ار بي تاكيكارديز، يعني طلعوا عليهم البي ويف بتكون كثير قريبه من الكيو ار اس. هاي كيو ار اس وهاي تي ويف، وهاي كيو ار اس وهاي تي ويف. زي ما بنعرف الكيو ار اس بتيجي من الكونتراكشن اوف ذا فنتريكل، يعني لما الفنتريكل تنقبض بصير في عنا الكيو ار اس، ولما الفنتريكل ترتاح بصير عنا تي ويف. فعنا هون كيو ار اس وهون كمان عنا تي ويف تاني. فلو شفنا البي ويف هون صغيره، شايفين كيف التي ويف شكلها مشوه شوي، معناته فيها بي ويف، بي اللي هي من الاتريوم او انه ما بنشوفها ابدا، فهاي بتكون شورت ار بي تاكيكارديا، يعني بيكون الـ السبب اللي هو اي في ار تي او اللي هو بيكون زي ما حكينا الباثوي زي قبل شوي، اتريال تاكيكارديا او اي في نودال ري انترنت تاكيكارديا. هذول الثلاثه دائما اللي هم انواع التاكيكارديا اللي بتيجي لو كانت البي ويف مش مبينه. لو كانت البي ويف طويله اكثر من النص، هون البي ويف او هون، فعاده بتكون برضه ممكن تكون اتريال تاكيكارديا، ممكن تكون ساينس، حتى ممكن تكون ساينس تاكيكارديا هي بتسببها. هذول باقي الاسباب. هلا كيف بدنا نعرف شو الاس في تي؟ لو صار في عنا اي في بلوك، يعني شو يعني اي في بلوك؟ يعني لما بنشوف في عنا بي ويف ما انتقلت للفنتريكل، يعني ما عملتش كيو ار اس. ورا كل بي ويف المفروض يكون في كيو ار اس، يعني مثلا هاي في هون تاكيكارديا، في عنا في شغله هون، في شغله هون، في شغله هون، في شغله هون، هاي كلياتهم بي ويفز زي ما هون في عليهم اسهم. لازم المفروض انه ورا كل بي ويف يكون في كيو ار اس، لو ما فيش كيو ار اس معناته صار في بلوك، يعني الكهرباء ما انتقلتش كلياتها من الاتريوم للفنتريكل. which means انه في انه في يا اما سريعه كثير انه الاي في نود مش ملحقه انها تنقلهم كلياتهم، او انه مثلا في مشكله بالكوندكشن. زي ما احنا عم نشوف هون بكل بي ويف بتنتقل هون للكيو ار اس، هي هون بي ويف، بكل بي ويف هون مش كلياتهم بينتقلوا للكيو اس. فهذا لما نلاقي هيك عادة معناتها هي فوكس، يعني بيكون يعني مسبب اللي هو بدنا نرجع لورا اللي هي زي هاي فوكس، يعني بيكون في مشكله بالاتريوم عم تنتقل الكهرباء لهون بطريقه سريعه. هلا الاي في نود احيانا مش بتلحق، بيجيلها كلياته، بيجيلها اسرع من هي عليه، فبتعمل بلوك لثلاثه، كل تنتين ثلاثه بتعمل بلوك، او احيانا كل ثلاثة اربعة لتعمل كوندكشن لواحد. which means هاي يمكن يعني في خمسة عم بيطلعوا من هون، يمكن 1 اور 2 اللي ممكن تشوفوهم، وبتشوفوا الباقي زي بي ويفز ما عندهمش كيو ار اس، لانه الكيو ار اس بيطلع بس لما الكهرباء تنزل لتحت، يعني لعند الفنتركل. اوكي، هاي الكيو ار اس زي ما بنشوف هون. هلا هاي بي ويف وراها كيو ار اس، بي ويف وراها كيو ار اس، نفس الشيء. فهذا which means انه ما فيش بلوكس.
هلا لما نشوف في بلوكس معناته هي بدها تكون نوعها زي فوكس جاي، يعني زي ما حكينا قبل شوي. اذا ما كانتش فوكس احيانا بدها تكون مثلا انه ري انترنت زي الفلتر، بس ما بتستعملش الاي في نود بالمشي تبعها. هاي هذا شو احنا بنعمله بالاي بي لاب، يمكن شوي متقدم اكثر على يعني مش مطلوب للميديكال ستودنتس، هذا اكثر لفيلوز. طيب هلا الوايت كومبلكس تاكي كارديا، يعني تاكي كارديا يعني الكيو ار اس عندنا اتس وايد، يعني زي مثلا زي هدول شايفين كل هذا وايد هذا نارو. اول شيء لازم نفكر فيه هو فنتريكولر تاكي كارديا. الفنتريكولر تاكي كارديا طبعا ممكن تكون مميته، اللي هي بدها تيجي كهرباء عم تيجي من الفنتريكل وبتطلع لفوق. تمام. هلا الوايت كومبلكس تاكي كارديا 95% من الوايت كومبلكس تاكي كاردياز بيكونوا من لو في عندنا ستراكشرال هارت ديزيز. يعني مثلا لو في عندنا مريض عنده صابته جلطه والفنتريكل عنده جزء منها مات. هلا لما يكون في هذا معناته الستراكشر تبع الهارت صار فيه مشكله، which means في خلايا ماتت. هلا الخلايا اللي بتموت بتسبب مشكله طبعا للكوندكشن. فمثلا لو خلينا نقول على هاي الصوره هون الجزء هذا من القلب مات، فبصير الكوندكشن بطيء فيه، فبصير بتعمل ري انترنت كارديا وبتصير بتتحرك وبتعمل مشكله. هلا الفي تي زي ما حكينا ممكن تكون فيتال وممكن الناس تموت منها، فعشان هيك مهم جدا انه نعرفها عن اي شيء ثاني. هلا في شغله بتشابه الفي تي اللي هو اس في تي سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، يعني زي تاكي كارديا اللي قبل شوي حكيناهم اي في ان ار تي اتريال تاكي كارديا، بس بيكون في شيء اسمه ابيرنسي. يعني شو اللي بصير هلا احنا زي ما حكينا اول شيء انه الكهرباء المفروض بتيجي من الاس اي نود بتروح للاي في نود بعدين بتنزل تحت على الفنتريكل، المفروض انها تروح شيء على اليمين وشيء على الشمال، هاي الشمال وهاي اليمين. هلا لو البندل اللي بالشمال صابها مشكله او صابها مرض معين نتيجه هارت اتاك او اي شيء، الكهرباء رح تيجي على اليمين وبعدين من اليمين رح تنتقل لهي القريه. هاي على الاي سي جي بتعطينا شكل وايد كومبلكس، يعني بتعطينا اياه انه زيه زي الفي تي، بكون بيشبه الفنتريكولار تاكي كارديا. المفروض انه نقدر نعرف الاثنين. هلا احيانا زي ما حكينا احيانا هون بيكون في اكسسوري باثوي، يعني بيكون في باثوي فالكهرباء بتنزل من الاي في نود وبتنزل برضه من الاكسسوري باثوي، فهي برضه بتكون وايد الكيو ار اس. هلا في شغلات زي ما حكينا، هلا هاي هي الدبليو بي دبليو، هذا هو لما يكون في الكيو ار اس هو نفسه الولف باركنسون وايت سيندروم اللي هو الدبليو بي دبليو. تمام. احيانا بعض الادويه مثل الصوديوم شانل بلوكرز، يعني في الادويه اللي هي الفلاكونايد بتخلي الكيو ار اس تصير وايد، واحيانا الهايبركاليميا كثير مهمه، خصوصي اذا المريض اجاكم مثلا مريض على الدياليسيس وعنده كيدني بروبلمز وعنده مليون الف شغله، فافحصوا البوتاسيوم لحتى تتاكدوا انه الكيو ار اس مش كثير وايد. اذا البوتاسيوم عالي ممكن اذا صارت وايد معناته بصير محتاج المريض دياليسيس، واذا ما عمل له دياليسيس بصيبه فنتريكولار تاكي كارديا وبيموت. اوكي هلا احيانا الفنتريكولار بيست ريذم اللي عنده بيس ميكر، هلا هذا اللي هون في الكهرباء بتيجي هون ودغري بتروح على الفنتريكل زي البيس ميكرز، فراح تكون وايد. واحيانا من البيس ميكرز في امور مثل اسمها بيس ميكر ميدييتد تاكي كارديا، هاي الامور بتعمل مشاكل. هلا اللي احنا شايفينه هون هاي وايد، فعلا وايد ومبينه كانها تورساد او بوليمورفيك في تي، وبين انه المريض رح يموت، بس الواقع هي اكشلي نويز. فاذا شفتوا هون اذا بنقدر نمشي هون شيء كيو ار اس كيو ار اس لا كيو ار اس هون، هاي اكشلي زي هون شغله صغيره، هاي نويز. فشغله ثانيه ممكن الناس تلخبطنا اللي هي برضه النويز. هلا
الفنتريكولر تاكيكارديا. هلا لو بدنا نعرف اذا كيف بدنا نعرف على ال اي سي جي هاي فنتريكولر تاكيكارديا او لا، المورفولوجي يعني شكلها بيكون زي اللفت بندل او برانش بلوك، واحيانا بيكون رايت بندل برانش بلوك. هلا الاكسس برضه فيها دول الشغلات اللفت انفيرير لفت الرايت سوبيرير رايت انفيرير، هاي الامور يمكن متقدمه شوي للميديكال ستودنتس، بس لو تعرفوها اللي هو لو كان في الليدز واحد واي في اف بنطلع عليهم، ونطلع على اثنين وثلاثه، اثنين ثلاثه واي في اف اذا كانوا بوزيتيف معناته هي تاكيكارديا جاي من فوق، واذا كانوا نيجاتيف يعني جاي من تحت. طلعوا على هدول بس لحتى التسهيل، وبنشوف المورفولوجي على اللفت بندل فيرسس الرايت بندل. هلا مثلا هون، هلا هاي بدي اياكم انه بتحفظوا كيف شكلها. هاي هيك شكل اللفت بندل اللي هي ما في شيء ار ويف هون، بيكون في عندك كيو كبيره كيو كبيره كيو كيو صغيره، هذا اسمه كيو اس تمام، وبعديها تي ويف وفي 6 وليد 1 زي بعض بوزيتيف، هاي ليفت بندل تمام. هلا ليفت انفيريور اكسس كيف يعني؟ احنا حكينا نطلع على 2 و3 واي في اف، 2 و3 واي في اف هدول بوزيتيف لانها طالعه لفوق، هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف. فلما تشوف شغله مثل هيك هاي فنتريكولر تاكيكارديا، اوكي انه كلياتها شكلها تقريبا زي بعض وهاي بوزيتيف من هون. هلا في شغله ثانيه بنعرفها لحتى نعرف انها هاي اكيد فنتريكولر تاكيكارديا، والمريض انه يعني لازم نعمل له او لازم نعمل له نعطيه اميودارون او شيء زي هيك، انه هو بنطلع على هذا الليد اي في ار. اي في ار اذا لازم دائما طبيعي يكون نيجاتيف، بس اذا كان بوزيتيف دائما معناته المريض عنده فنتريكولر تاكيكارديا مش اي شيء ثاني. فهلا هون هاي برضه فنتريكولر تاكيكارديا بس الاي في ار نيجاتيف، بينما هاي ventricular tachycardia والاي في ار بوزيتيف، فهاي اكيد كمان ventricular tachycardia. هلا هاي كيف هيك شكل الرايت بندل؟ الرايت بندل بتكون في 1 في 2 في 3 بتكون بوزيتيف زي ما انتم شايفين هيك بيج كيو ار اس هون بوزيتيف، بينما هاي نيجاتيف، هاي ليفت بندل وهاي رايت بندل برانش بلوك تمام. اللي بتكون هيك زي هوموجينيوس مع بعض هذول بيكونوا ventricular tachycardia، هاي اكيد ventricular tachycardia. هلا ليش اشكالهم مختلفه؟ اشكالهم مختلفه لانه بيجوا مناطق مختلفه من القلب. عاده اللي بيجي من الشمال بيكون رايت بندل، واللي بيجي من اليمين او من الرايت فنتريكل بيكون شكله ليفت بندل بندل برانش بلوك. اوكي هلا طلعوا على هاي كمان الاكسس، شفنا 2 وهي 3 وهي اي في اف، هاي نيجاتيف الكيو اس هاي، والبوزيتيف هاي تي ويف، بس هي اكشلي كيو ار اس تبعها نيجاتيف. طلعوا على هاي الكيو ار اس بوزيتيف والتي ويف نيجاتيف، فهاي بنعتبرها هاي بوزيتيف يعني هاي جاي من فوق بتكون، وهاي بتكون جاي من تحت سوبيريور اكسس يعني رايح فوق. هدول اكزامبلز على التاكيكارديا على الفنتريكولر تاكيكارديا. هلا كيف احنا بدنا نفرق بين الاثنين؟ اذا سوبرا فنتريكولر تاكيكارديا زي ما حكينا اصابها اصابه زي بلوك بالليفت بندل او بالرايت بندل وعملت وايد كومبلكس تاكيكارديا ففكرناها في تي، كيف بدنا نفرق؟ هلا فيفرز في تي انه احنا مفكرينها في تي، نطلع على في 1 واذا اي وحده من هدول عاده بتكون في تي. هلا طلعوا على هاي اذا كان اذا كان في زي رايت بندل، اذا كان الار اكبر من الار برايم هاي عاده فنتريكولر تاكيكارديا. من الطبيعي انه يكون الار برايم اكبر من الار ويف بالناس اللي عندهم رايت بندل برانش بلوك بس مش تاكيكارديا، زي هاي فيفرز سوبرا فنتريكولر تاكيكارديا، يعني سوبرا فيفرز انها تاكيكارديا عم تيجي من الاتريوم مش عم تيجي من الفنتريكل، فبنشوف الار برايم اكبر من الار الحقيقيه، بينما بالفي تي هون الار الحقيقيه اكبر من الار برايم. اوكي احيانا الفي 6 برضه بتساعد انه لو لقينا كيو ويف كبيره بالفي 6 او كيو هيك او الاس اللي هون، هاي عاده بتكون برضه تاكيكارديا. اذا كانت تراي فيزك يعني نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، هاي عاده بتكون اس في تي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا.
هلا لما يكون في عندك left bundle branch morphology، لو كانت الفنتريكولار تاكيكارديا left bundle branch morphology بنطلع على V1 بنشوف هاي النقطة الصغيرة، هاي النوتشنج اللي هون عادة favors ventricular tachycardia. تمام؟ هلا لو وبعدين بدنا نقيس، هلا في شغلات قياسات يمكن هاي ادفانسد اكثر، يعني تو ادفانسد للميديكال ستودنتس، بس انتم تذكروا ال V1 انه شكلها هيك النوتش، واي كيو ويف ب V6 V6 على الاي سي جي ventricular tachycardia. هلا هاي البروجادا كرايتيريا، هاي لحتى نستعملها انه كيف لحتى نعرف كمان مره زي تلخيص لحتى اذا هي اس في تي ولا لا. زي ما حكينا 95% لو المريض عنده مرض بالقلب وعنده الاجكشن فراكشن واطي، لو عنده صابته جلطه قبل هيك وبعدين اجا وايت كومبلكس تاكيكارديا، المريض بيكون يعني 95% انه بيكون فنتريكولار تاكيكارديا اللي هي المميته، تمام، والباقي اس في تي. فاحنا بنقدر نمشي بهاي الكرايتيريا، ممكن تطلعوا عليها، بس يعني هي يمكن شوي تكون ادفانس برضو للميديكال ستودنتس، لو بس انتم تطلعوا على الامور اللي حكيناها قبل يمكن اسهل. اوكي، هلا امور ثانيه للفنتريكولار تاكيكارديا شو مو هو، خلينا نطلع على الستريب اللي تحت وننسى الكلام اللي كثير الموجود هون. هلا لو الستريب اللي تحت هاد وايد كومبلكس، يعني كيو ار اس كبيره وهي سريعه سريعه، عم تمشي هيك تمشي هيك تمشي هيك تمشي هيك. هلا لو شفنا شيء زي هيك، هاي اكشلي اسمها كابتشر بيت. شو يعني كابتشر بيت؟ يعني هلا خلال الفنتريكولار تاكيكارديا لما تكون التسارع عم بيجي بطريقه كثير قويه او كثير سريعه من الليفت فنتريكل مثلا، بيكون عم بيطلع للاتريوم، بس بنفس الوقت الاس اي نود بتكون عم تشتغل لحالها، بيكون في ديسوسيشن بين الاثنين. الاس اي نود بتكون عم ممكن بهاي الطريقه الاس اي نود تنزل كهرباء وتروح للفنتركل وتعمل كابتشر وتعمل كيو ار اس طبيعي. لما نشوف الكيو ار اس طبيعي مثل هيك، هذا مينز يعني هذا فنتركل تاكيكارديا، هاي انه يعني هذا زي دايجنوستيك كمان كرايتيريا لحتى نعرف انه اللي عم بصير مع المريض هذا فنتركل تاكيكارديا. وبدنا نرد نحكي انه ليش هذا مهم، لانه الفنتركل تاكيكارديا لو مريضكم عنده فنتركل تاكيكارديا بدكم تعملوا له كارديفيرجن احسن ما يموت. هلا في فيوجن بيت، فيوجن بيت اللي هي لو الكهرباء نزلت من تحت وبنفس الوقت الكهرباء نزلت من فوق من الاتريوم للفنتريكل، بس بنفس الوقت الفنتريكل تاكيكارديا طلعت كهرباء، فالتنتين ممكن زي فيوز وبيعملوا شيء ما بين الاثنين اللي هي هاي، يعني هاي اللي هاي كابتشر هاي فيوجن. هاي بتكون الفيوجن بيت اللي هي بتكون ما بين هاي والوايد كومبلكس كيو ار اس، تعمل المسخ هذا اللي اسمه الفيوجن بيت. بس هاد اللي هي it's a diagnostic criteria, لحتى يعني to diagnose هذا الventricular tachycardia. زي ما حكينا الوايت كومبلكس is VT until proved otherwise، يعني الوايت كومبلكس لازم تقولوا هاي ventricular tachycardia إلا إذا فكرناها صار في أمور تانية فكرناها SVT with aberrancy أو أمور تانية. و 95% الناس اللي عندهم هاد بالهارت ديزيز بكون عندهم في تي. الاي بي تيستينج، هلا شو هو الاي بي تيستينج؟ الاي بي تيستينج اللي هو لو مريض فنتريكولار تاكيكارديا احنا بنجيبه عندنا للاي بي لاب وبنعمل هاي الامور هيك زي ما شفتوا هاي. هلا طبعا هاي سلايد كثير ممكن تلخمكم، بس هي الموضوع سهل. هلا هاد الرايت فنتريكل وهاي الرايت اتريوم، فاحنا بنحط كاثيتر بالرايت اتريوم وبنحط كاثيتر بالرايت فنتريكل لحتى نقدر نشوف الكهرباء تبعت القلب جوا القلب شو عم تسوي. بعدين بنحط هاي الكاثيتر عند الهس اللي هو البندل اوف هس اللي هي موجوده هون، وهاي الكاثيتر اللي هاي طويله هي بتوصلنا بالليفت اتريوم عن طريق الكورونري ساينس. بعدين بنصير نقدر ندرس الكهرباء الموجوده موجوده هناك. الفرق بين الاي سي جيز وبالاي جي ام، اي جي ام اللي هو انتراكاردياك اللي فرجيتكم اياه، اللي هو بتحب تشوف القلب بتشوف القلب من جوا كهربه القلب من جوا، وهذاك الاي سي جي بتشوف كهربه القلب من برا. ام
هلا هاي الاي جي ام هذا شوي ادفانس، فمش مش ضروري انكم تعرفوه، بس يعني اطلاع انه هيك بيكون شكل الاي جي ام، او كهربه القلب من جوا القلب بيكون شكله بهاي الطريقه. وهدول الاي جي امز برضه يمكن ادفانس شوي. خلوني هدول الباقي للكارديولوجي فالوز، خلوني اعمل ابلود ل، خلينا نقول هلا مثلا هاي هاي الاي سي جي زي ما شايفينها وايد كومبلكس، وطلعوا فيها نوتشنج هون اللي حكينا عنه، فهاي في تي، هاي فنتريكولر تاكيكارديا، تمام؟ هاي ليفت بندل برانش وفيها النوتشنج اللي هاي، هاي فنتريكولر تاكيكارديا مش اس في تي. هلا هاي نفس الشيء، هون في عندك هاي رايت بندل، رايت بندل برانش، وفي بس الفرق انه المسافه بين هون وهون المسافه اطول من الباقي من الاماكن الثانيه، فهي برضه نفس الشيء في تي. وهاي كمان في تي بس رايت بندل، بس زي ما حكينا رايت بندل الار والار برايم، الار اول وحده اكبر من الار برايم، فهي اول ما تشوفوها في تي. وفي شغله ثانيه برضه بتحكي انه هاي في تي اللي هي الاي في ار، الاي في ار بوزيتيف، فمعناته اكيد هاي فنتريكولار تاكيكارديا. اوكي هلا خلصنا اول محاضره، خليني بس ناخذ بريك صغير واحط المحاضره الثانيه. You are currently the only person in this conference. اوكي هلا خلينا نحكي شوي على الـ على الفنتريكولار تاكيكارديا كمان. هلا احنا لحتى نعمل ديفينيشن للفنتريكولار تاكيكارديا اللي هي بدها تكون في تي اللي هي مور ذان 3 كونسيكوتيف فنتريكولار بيتس ات 100 بيتس بير مينيت، يعني بتكون بيتس جاي من الفنتريكل اكثر من ثلاثه ورا بعض. النون سستيند اذا كانت اكثر من ثلاثه بس اقل من 30 ثانيه، و not requiring intervention which means يعني ventricular tachycardia يعني فرضا كانت 20 ثانيه بس المريض وضغطه نزل، هاي معناته it requires intervention.
هلا سستيند في تي اللي هي في تي لاستنج اكثر من 30 ثانيه او ريكوايرنج انترفنشن فور ترمينيشن. يعني لو واحد في تي هذا قبل شوي شفناها كثير طويله لمده وضلت لدقيقه دقيقتين بتكون اسمها سستيند في تي، اذا كانت او انه اذا ريكوايرد انترفنشن، يعني حتى لو كانت 10 ثواني بس نزل ضغط المريض او المريض اغمى عليه هذا بتكون يو هاف تو دو ان انترفنشن. هلا في وايد سبيكتروم اوف سيمتومز، السيمتومز ممكن الناس تجيهم في تي ما يكونش عندهم اي سيمتومز، يكونوا اي سيمتوماتيك، ممكن يحسوا ببالبيتيشنز يعني رشفه بالقلب، ممكن يكون عندهم شورتنس اوف بريث، ممكن يكون عندهم سينكوبي يعني يغمى عليهم، او ممكن يموتوا. هلا هاي طرق الفي تي من وين بتيجي زي ما حكينا، اما تريجرد او انكريست او ري انتري. ري انتري لما يكون في عندك منطقه بالقلب مريضه وبصير الكهرباء تيجي منها ببطء، وهون لو صار في عندك خلل بالكهرباء، هدول الاثنين بيكونوا فوكال كوزز وهاي اللي هي بتكون ري انتري. اوكي خلينا نحكي عليهم سبيسيفيك في تي سيندرومز. هلا في عندنا الاسكيميك او نون اسكيميك كارديومايوبثي اللي هو ستراكشرال هارت ديزيز، يعني اللي بيكون عنده كورونري ارتر ديزيز، اللي بيكون عنده بلوكجز بالكورونريز اللي رايحين بوصل الدم للقلب، ممكن يموت جزء من القلب وممكن يسبب طبعا فنتريكل تاكيكارديا. ممكن نون اسكيميك كارديومايوبثي، في ناس القلب عندهم بضعف من غير اي سبب هيك نون اسكيميك، اللي هو هذا ثاني سكند موست كومن كوز للهارت فيلير اللي هو النون اسكيميك كارديومايوبثي اللي هو ملوش اي سبب. في الاريثمولوجينيك ار في ديسبلاجيا واللي هو بيكون عنده مشكله الاي ار في سي، هذا بيكون عنده مشكله بالرايت فنتريكل. في الهايبرتروفيك كارديومايوبثي، وفي المونومورفيك فنتريكولر تاكيكارديا اسوسييتد وذ ستراكشرال هارت ديزيز اوفن اللي هي بيكون عندها سكار زي ما حكينا، يعني بيكون عنده براير ام اي اللي هي مايكارديال انفاركشن، القلب عنده صابته جلطه صابته شغله، يكون عنده ساركويدوسيس او يكون عنده اي نوع من انواع الكارديومايوباثي. هذا طبعا increases the risk of sudden death especially مع ال LV dysfunction. هلا لو ما كانش في عنده structural heart disease يعني قلبه لما نحطه على الايكو بنلاقي قلبه طبيعي بس مع هيك عنده VT، هدول اسمهم outflow tract VTs اللي هم بيجوا من الرايت فنتريكولر outflow tract او left فنتريكولر outflow tract او بتكون focus موجوده بالفاسيكل نفسها بالقلب. هلا احيانا في سيندرومز القلب بيكون منيح بس بيكون عنده مشكله بالكهرباء او long QT syndrome. اللونج كي تي سيندروم اللي هو الكيو تي بتكون كثير طويله عشان القلب عنده بيكون مشكله بالبوتاسيوم شانل. سي بي في تي اللي هي كاتيكولامين اللي هي فنتريكولار تاكيكارديا بتكون بتيجي مع الاكسرسايز مع الحركه مع اي شيء، المريض بصير قلبه بصيب عنده بي في سيز او اللي هي بريماتشور فنتريكولار كونتراكشن او بصير في عنده مشاكل ثانيه بس مع الاكسرسايز. من الطبيعي لو واحد عنده بي في سيز، لو واحد بيشرب قهوه كثير، لو عنده ستريس مشاكل خوف، ممكن قلبه يحس انه في عنده نبضات زياده. هاي يعني ما بتخوف لان هاي ممكن تكون بي في سي، المفروض ان هي مع الحركه انه هاي تروح، بس سي بي في تي مع الحركه بتزيد. وفي سندروم نادر اسمه بروغادا سندروم، برضه هذا سندروم بسبب الموت. طيب خلينا نحكي عن واحده. هلا secondary versus primary prevention of sudden cardiac death، يعني هلا اول شيء نحكي secondary prevention. شو يعني secondary prevention of sudden cardiac death؟ هلا اللي بيكون عندهم ventricular tachycardia بيموتوا فجاه، ما بتلاقيهم الا فجاه بيكون بيحكي معهم بيموت او مثلا بينام وما بيصحى او لاي سبب ما بيكون عنده موت مفاجئ. هلا اسباب اللي بيكون اللي اوريدي صابوا موت مفاجئ وما وعاش بعديها، يعني انقذوه حدا شافه عمل له اسعافات شو ما كان، هاد اسمه secondary prevention of sudden cardiac death. يعني المريض already صابته موت مفاجئ وبدنا نعمل له secondary prevention. primary prevention هم الناس اللي هم عرضة انه يصيبهم موت مفاجئ بس لسه ما صابهم. هلا نرجع هلا نروح نحكي للسكندري. السكندري يعني واحد مات لسبب معين صابته في تي ومات، وبعدين يعني ما مات كومبليتلي يعني صابه سدن كاردياك ديث. احنا لما نحكي مات يعني ما توفاش وتوفاه الله بس يعني قلبه وقف، الناس اسعفوه اللي حواليه وعاش بعديها. هذا المريض لازم ينحط له اي سي دي اللي هو انترا كاردياك ديفيبريليتر، لازم ينحط الامبلانتبل كاردياك ديفيبريليتر اي سي دي، لانه هذا الديفيبريليترز احنا بنحطهم بيساعدوا على انه اذا المريض صابه في تي كمان مره او فنتريكولار فيبريليشن او اي شيء من هذول، الاي سي دي هذا الجهاز بيعمل له شوك وبرجع له اياه للطبيعي.
الضغط النبض تبعه للطبيعي. هلا بعدين المرضى هذول لازم نعطيهم برضه انتي اريثميك دراجز، ولازم ممكن نعمل لهم ابليشن للفي تي. البرايمري بريفنشن للسادن كاردياك ديث يعني للناس اللي هم عرضه، حكينا انه يصيبهم موت مفاجئ. خلينا نحكي عن ال هذا الاي ار في دي كاركترستكس. خلينا نحكي عن هذا المرض الاي ار في دي كاركترستكس، اللي هو المرض اللي بيصيب الرايت فنتريكل، اللي هو زي ما قاعدين عم بتشوفوا هون على الام ار اي. الرايت فنتريكل اللي بصيبها زي فاتي انفلتريشن، يعني بصير في زي فات بيروح على الرايت فنتريكل. طبعا اي شيء مشكله بالقلب، اي شيء تيشيو مش المفروض يكون في القلب، بيعمل زي فوكس وبيعمل تاكيكارديا. هلا هذا على الاي سي جي بنشوف عاده ابسيلون ويفز، بنشوفهم زي هيك شكلهم غريب، اللي هي اول شيء بنشوف الار ويف الصغيره، وبعدين الكيو اس هاي اللي هي بي في 1. بس بعدين بنشوف شغلتين، هي طبعا تفرق عن اللي شفناها قبل شوي اللي هي كانت واحده كبيره هون وبعدين الصغيره بعدين الار برايم. هاي هدول التنتين جايين بعد الاس او مثلا نوتش هون، هاي ابسيلون ويف على الاي سي جي. وطلعوا هاي هون، هلا هاي شوف زي ما بنشوف ليفت بندل برانش بلوك، هاي زي ما بنشوفوا هيك الكيو اس هاي زي ما شفناها قبل شوي، هاي ليفت بندل برانش بلوك وسريعه كثير، هاي تاكيكارديا. وبنشوف انه ال 2 و3 واي في اف نيجاتيف، اللي هم اكثرهم نيجاتيف. طبعا يعني احيانا ممكن ما تعرفوش اذا نيجاتيف من بوزيتيف لانها يعني ممكن تلخم، بس مع الخبره الواحد بصير يعرف انه هاي الكيو ار اس وهاي التي ويف البوزيتيف، هاي نيجاتيف. طبعا في طريقه ثانيه انه بنعرف انه بنشوف الها النيجاتيف هاي نوتش وبنرفعها لفوق وبنشوف ايش بتقابل فوق، بتقابل بوزيتيف، فهاي عاده هاي جاي من تحت، فهاي التيبيكال الفي تي اللي بتيجي من الاي ار في سي. هلا هدول الكرايتيريا المختلفه للاي ار في سي ممكن تقراوها، اذا كان في 2 ميجر او 1 ميجر زائد 2 ماينر او 4 ماينر بنشخص الاي ار في سي. هلا في طبعا الاي ار في سي مش كثير كومن. اوكي هلا نحكي على الثيرابي تبع الاي ار في سي، لازم نحط له اي سي دي. مرضى الاي ار في سي لازم نحط لهم اي سي دي لانهم بيموتوا، بصيبهم فنتريكول تاكارديز والاي سي دي بنقذ لهم حياتهم. الدراج ثيرابي والكاثر ابليشن ممكن برضه تفيد. الدراج الاكثر دراج بفيد معاهم اسمه سوتالول، بس تذكروا السوتالول. طبعا البيتا بلوكرز برضه بتفيد. احيانا نعمل ابليشن يعني ندخل على القلب وممكن نحرق بالهذا جوا القلب. وافويد كومبيتيتيف اثليتكس، اي واحد بيكون عنده اي ار في سي اذا بده يلعب قدم، بده يلعب سله، بده يلعب اي شيء كومبيتيتيف، بده يعمل سويمنج، بده يعمل ويت تريننج، لازم تحكوا له يو ار نوت الاود، لانه ممكن يموت باي وقت. ولازم تسكرين اول فيرست ديجري ريليتيفز. هلا نحكي بسرعه على الهايبرتروفيك كارديوميوبثي وبعدين بنوقف ونكمل الاسبوع الجاي. الهايبرتروفيك كارديوميوبثي هو الموست كومن جينيتيك ديس اوردر، اوتوسومال دومينانت هو، واكثر شيء بيصيب هو بيعمل سادن كاردياك ديث، واكثر شيء بيصيب بالاسيمتوماتيك يونج بيشنتس، هم الناس اللي بنسمع عنهم الرياضيين اللي فجاه بيوقعوا بيموتوا. مثلا كان في ريجي لويس بيلعب بالان بي اي وبيلعب بالباسكتبول بامريكا، هذا مات قبل كم من سنه، برضه كان عنده هوكم. السيمتومز اكثر شيء ممكن يكون واحد بصيبه سينكوبي او يعني بيغمى عليه، ممكن يصيبه مشاكل مثل هيك، ممكن يكون شورتنس اوف بريث، يعني سيمتومز فيري فيج وفيري جنرال اللي ممكن اللي عندهم هايبرتروفيك كارديوميوبثي ممكن ما يكونش عنده اي سيمتومز. هلا احنا امتى بنحط له ديفيبريليتر او اي سي دي للهايبرتروفيك كارديوميوبثي؟ نشوف اذا كان في تاريخ عائلي، هذول اهم شيء هون، اذا كان في تاريخ عائلي للموت. يعني مثلا هلا الهايبرتروفيك كارديوميوبثي منتشر في بلادنا العربيه، ممكن واحد يكون خاله مات او عمه مات او ابوه مات على سن 45 او على سن 50 ومش معروف السبب. الموت المفاجئ بهدول الناس لازم انه احنا نصير نحكي لهم نعمل لهم ايكو ونتاكد انه ما عندهمش الهايبرتروفيك كارديوميوبثي، لانه احنا لما نعمل ايكو ونشوف الهايبرتروفيك كارديوميوبثي لازم نحط فيبريليتر، واحنا هيك بننقذ حياه بني ادم، ننقذ حياه ابنه. ممكن واحد اذا ابوه توفى بهايبرتروفيك كارديوميوبثي هو بيعرفش انه عنده هايبرتروفيك كارديوميوبثي، نعمل له ايكو ونشوف التشخيص. هلا بالايكو left ventricular wall لما نقيسه بيكون اكثر من 30 ملي، طبعا الطبيعي المفروض يكون اقل من 12 ملي، وهو طبعا اكثر من الضعف، بيكون 30 ملي بيكون كثير تخين ال في عنده.
واذا كان عنده ريسنت ان اكسبلين سينكوبي، يعني واحد عمره 20 سنه مثلا، عنده فاميلي هيستوري، ابوه توفى موت مفاجئ 50 سنه، هو ما بيعرف شو اللي عنده اياه، وفجاه اغمى عليه وهو بالفصل او بالمحاضره، فجاه اغمى عليه، فهذا بيكون عنده، هذا اسمه ريسنت ان اكسبلين سينكوبي، هذا من الميجر كرايتيريا. هذول الكرايتيريا والمهمه كثير عشان الاي سي دي لحتى نحط الديفيبريليتر. لا، في ماينر كرايتيريا لو كان عنده فنتريكولار تاكيكارديا بس نون سستيند، ولو كان عنده البلد بريشر اب نورمال. يعني شو معناته بلد بريشر اب نورمال؟ يعني بنحطه احنا على التريدميل لحتى يركض، البلد بريشر بدل ما يرتفع بينزل. هلا في امور ثانيه اللي ممكن نعملها بالام ار اي، الامور الثانيه بس هذول الاهم. خلينا نوقف هون لانه خلص الوقت، وبنكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. اذا عندكم اي اسئله؟